طيب بص معايا كده، عندي يا سيدي ده كده عندي تصميم علبة الدواء كده، خلصناه الدنيا تمام التمام، الدنيا 10 على 10. طيب تعالوا دلوقتي اعمل ايه؟ اشف لكم حاجة تانية جديدة، اعمل لكم كده عندي رسمة كده عندي تنطبع مثلا على ملابس يعني، ولا اعمل ايه تاني؟ ها باشمهندس قول. بص كده على رسمة على البتاع دوت تليجرام، في رسمة واحد راسمها كده بس بصراحة حلو. طب ثانية نجيبه، انا بس رسمتها فين الرسم؟ وتسلم. باشمهندس اللي هو بدي اعمل مثل باكج بس للشوكلت، شفت هبص اللي عليها كده حضرتك عندها، عملت؟ اوكي هبص عليها ثانية واحدة. التليجرام فين يا سيد؟ مش شايف حاجة. اللي هي رسمة المدينة مع الشجر مع الطيارة، الحاجات دي حضرتك ايوه خدت بالك لا منها؟ مش هاي، مو هاي، ده مش دي، ما أقلمت على خدت الباكج. بالي، المدينه مع الشجر مع طياره مع الكلام ده كله. ده بص كده معايا كده عندي، اللي هي دي، اللي هي دي كده عندي. بص يا أيوة سيدي، هي دي. اول حاجه كده عندي، اول حاجه المربع ده، المربع البيوت دي كويس، هو تعبان بس في البيوت دي، اما دي جاهزه، الطريق ده جاهز اصلا، الطريق ده جاهز، الشجر جاهز، العربية جاهزة، كل دي سيمبولات، كل ده سيمبل. هو تعبان في البيت بس، البيت المنظور بتاع البيت، الطيارة جاهزة، السحب جاهزة، الخلفية كده عندي جريدينت كده عندي، هي شكلها حلو بس دي كلها سيمبولات جاهزة، ده لسه بتعلم بس مطلعها شكلها حلو، ملفتة ملفتة كده باش عندي. مهندس كيف نعمل 3D، رسمة 3D على الإلستريتور؟ على الاليستريتور، ما احنا عندنا في محاضرة كاملة عملناها لل3 دي، محاضرة اوكي كاملة عملناها لل3 دي في أول المحاضرات كده عندي، اللي هي كده عندي في الافكتات، في الافكتات كده عندي يا اساتذه كويس، في الافكتات 3 دي تعمل كل اللي انت عايزه، تعمل اللي انت عايزه في الالستريتور، تعمل اللي انت عايزه في الالستريتور. طب تعالى كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى دلوقتي كده مع بعض بنصدره ولا صوره. بص يا اساتذه، زي ما قلنا انت لما بتيجي تصدر الملف بتاعك للشغل للعميل، بتطلعه له مره جي بي جي، والعميل بياخد ملف الاي اي كويس، بملف الاي اي، ملف الاي اي. طب تعالى كده مع بعض هنرسم كده رسمات من اللي هي بتتعمل على التيشيرتات كده عندي بتاعت الاطفال كده، رسم المجوهرات، رسم المجوهرات. طيب خلينا كده عندي اجهات ثانيه واحده. ماشي ماشي مهندس، بس عندي سؤال قبل قولي ما نطلع من موضوع الباكجينج بعد إذنك. أنا قولي، رسمت رسمة على التليجرام فين الرسم؟ هيك بعدين على الورقة. اها أوكي، الباكج اللي بدي أعمله هو عبارة عن نفس اللي أنت عملته تقريبا، بس ما بيكون مسكر، يعني بيكون بس حيكون الديزاين ورا على الكرتونة من ورا، والغلاف حيكون للشوكلت بلاستيك، يعني حيكونوا باينين 3 حبات للشوكلت. عرفت كيف؟ انا شايف الورقة دي، استنى يعني بتعرف كيف تبعت شريط الدواء؟ أيوة هاي. حلو، انا عايز تعمل ايه بقى؟ هلا هون البلاستيك كفر، البلاستيك كفر اللي هو اللي فيه 3 حبات الشوكولات المربعات، حلو هدول هو بلاستيك، الكفر حيكون من فوق بلاستيك شفاف، يعني ال3 حبات الشوكولات باينين رح يكونوا، حلو والديزاين على الكرتونة من ورا، يعني هي عبارة عن مستطيل فقط، وحيكون يعني المستطيل هاد مقطع شوي زجزاك بين الحبة والتانية، عشان لما يجوا يشيلوها، يعني مثل فكرة اللي هو شريط الدواء اللي بيكون بتاع الحبات، عرفت الدواء بارزة، الحبوب؟ الحبات بارزة كده لبره، أيوة ومن الظهر على الغلاف كده عنده أيوة كويس. الظهر اللي عليه الديزاين. ايوه فأنا مش عارفة كيف بدي أعملها، البلاستيك إحنا بنعملها. لا البلاستيك انت مالكيش علاقة بيه، ده انت عايز اسطمبة، اللي انت بتتكلمي عليه اسطمبة بلاستيك، ده انت عايز متهيألي تعمله ده غلاف كله كده موك عنده. اب يا باشمهندس، ايه متهيألي كل ده اللي هي بتقول عليه ده موك اب. مش مقابل؟ لا، هي بتتكلم، هي عايز تعمل انت هي هتعمل هتعمل الديزاين، بص التصميم، الديزاين اللي في الظهر بس وخلاص على كده، مالكيش دعوه بالبلاستيك، انت البلاستيك مالكيش علاقه بيه. طب باشمهندس هلا بس اعمل الديزاين اللي بالظهر، بالظهر بدي بس. اعمل بين، اوكي هلا بدي اعمل بين كل حبة والتانية من الظهر يكون زجزاج. في حدا ايوه عم بحكي؟ ايوه ماشي، ما انت هتعملي ما بين الحبه والتانيه كده عند اهوت، هتعملي ما بين الحبه والتانيه زجزاج، دي بتراعيها في التصميم، ما انت التصميم بتاعك مثلا انت عامله 10 سم، الحبايه بتاخد 2 سم، يبقى 2 2 2
ادي 6 سم، فاضل لك 4 سم، سم وسم ونص وسم ونص. تعالي في السم ونص اللي هنا، شوف اللي انت عايز تعمليه، والسم ونص اللي انت عايز تعمليه في الديزاين. وصلت؟ يعني مش احنا اللي بنعمل الزجزاج؟ انت عايزاه ازاي يعني، لون يعني، ولا عايز تعملي ايه؟ لا باشمهندس، زجزاج اللي هو بقصد كيف مثلا لما نقطع حتة حتة، لا عرفت لا كيف؟ لا، ده مالكيش علاقه بيه، انت مالكيش علاقه، ده شغل، اه اوكي، ده شغل تصنيع، ده شغل بس مش مكن. لا لازم نحسب، بس لا مش لا لازم لا لا، نحسب المسافة خلاص بالتصميم. خلاص، ايوه ماشي، سيبوا له المسافه بتاعته، ما انت سايبه بين الحبايه والحبايه، ما انت خلاص دي 10 سم، انت خلاص والحبايه 2 سم مثلا، ف6، فانت باقي لك 4 سم، وزع الحبايات بتاعتك في التصميم بالظبط، عشان يبقى الحته ده اهي هو عارف انه هيحط فيها التكسير بتاعه، والحته دي هيحط فيها التكسير بتاعه. طب ولما اوديها على المصنع او على الهاي، شو اقول لهم يعني انه كيف بدي اياها عشان يفهموا علي؟ لا هو انت كمصمم، ده بصي، انت كمصمم بتوديها له بالجايد بتاعتها، بالجايد كده عنده، وتقولي له دي الحبايه، دي الحبايه، تعرفيه دي الحبايه، تكتبي له كده عند الحبايه، حبايه الحبايه، يعني بتدي له الورقه ده، دي الحبايه، وده كده عند التكسير، بس هو بيبقى فاهم ده شغله. اه اوكي، وصلت؟ لكن انا كمصمم ماليش انا في الحته دي خالص كده عنده. طيب بصوا مع بعض كده عندي يا اساتذه، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي العميل بيكون مديك المقاسات قبل الشغل طبعا، اساسا انت قبل ما تشتغل يكون اول حاجه بتاخدها من العميل المقاسات، اول حاجه بتاخدها من العميل المقاسات، تعالى كده اول حاجه بتاخدها من العميل المقاسات، تعالى كده نشوف مثلا، كان جات فتره كده من الفترات، مش عارف انتوا عرفتوا اللعبه دي ولا لا، مش عارف لعبتوها ولا لا، انجري بيرد دي، كانت الصور على التيشيرتات والانجري بيرد دي كانت في كل الدنيا بحالها، على التيشيرتات وكل الاطفال كانت بتجيب الانجري بيرد دي، كويس، ترسمها وتلونها وتعمل الكلام ده كله. طيب رسمه زي دي تعرفوا تعملوها يا اساتذه ولا ما تعرفوش تعملوها؟ رسمه زي دي اظن دي سهله خالص، الانجري بيرد دي يعتبر البنتو شغل البنتو برضه. بنتول ليه؟ بنتول ليه؟ ايه اللي بننها؟ ماشي، ما انت هتلف عليها من بره، انت عايز تلف عليها من ايوه بره. التلفيف عليها من بره، اه طيب هتعدل فيها بس بالانكر بوينت. بص يا اساتذه، بص يا اساتذه كده عندك، تعالى كده نشوف الرسمه دي هتتعمل ازاي كده عندك، بص مع بعض كده عندك، ندخله بقى كده عندي ايه؟ درس جديد كده عند فايل نيو. تعالى دلوقتي كده عند مع بعض ار جي بي. بصوا مع بعض كده عندي، يا رب هات دايرة، كويس، هات لي كده عند النقطة دي، اطلع لي بقى فوق، بس باشمهندس سوري للمقاطعة، قول بس قبل ما نودي تصميم للمطبعة لازم نحوله من ار جي بي لسي ام واي كي ايوه عشان اساسي الوان طبعا، الطباعة. ايوه اساسي طبعا، اه ده امر مفروغ منه، ده سي ام واي كي دي امر مفروغ منه كده عندك، كويس، بصوا مع بعض كده انت اساسا، انت اصلا بتبقى فاتحه التصميم اصلا سي مول كده، بصوا مع بعض كده انت اساسا، بصوا معايا كده، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي،
كده مع بعض. يلا اعمل سيلكت شيب بلدر تول. شيب بلدر تول دي بصوا يعني حاجة انت ما بتستغناش عنها، ما بتستغناش عنها، ما بتستغناش عنها كده عندك. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، يلا بينا. قول يا دين. قول يا دين عايز ايه؟ الأداة بتاعت شيب بيلدر تون هستخدمها كتير النهارده، اصبري بس، هستخدمها كتير دلوقتي. بالدمج، الشيب بيلدر تول دمج طرح تقسيم ايا كان، شوف انت عايز تعمل ايه بيه. اهو التلاته دول كده عندي اهو، بصي اهو جايب كده عندي شيب بيلدر تول، اعمل كده عندي ايه اهو، يلا ادمجي، افتحي كل ده على بعضه، افتح، يلا فتحت الشكل ده كله على بعضه كده، فتحته على بعضه، فتحته على بعضه، بس كده عندي. طيب كنترول شيفت دال، ادي كده عندي اهوت، اعملي سيلكت على الاشكال اللي انت عايزه تعملي لها كده عندي ايه، على اللي انت عايزه تعملي لها كده، اعملي سيلكت على الاشكال، اعملي سيلكت على الاشكال كده عندي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، طبعا انا ممكن ما تطلعش عندي انجري بيرد زي اللي انتوا متعودين عليها، يعني ممكن تطلع عندي حاجه تانيه ايا كان بقى اللي هتطلع عندي، كل واحد والانجري بيرد بتاعته. كويس، انا ما بشفش، انا شغال كده عندي ايه من دماغي كده عندي. طيب تعالى كده مع بعض كده عندي ايه، فكل واحد والانجري بيرد ايه، الانجري بيرد بتاعته. تعالى كده كبر لنا كده عندي. كويس، بص مع بعض كده عندي اساس ادي بوتس، تعالى اعمل لنا كده عندي. طبعا عندنا الاداه الرائعه اللي هي كده عندي الويتس تول، طب تعالى خلينا كمان شويه نظبطها. ريت يلا كده عندي خلط، بص معايا كده عندي. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى كده مع بعض كده عندي كالتالي كده عندي. بص يا استاذ، ثانية واحدة يا استاذ، ثانية واحدة يا استاذ،
بص معايا كده عندي اساتذه، تعالى دلوقتي كده مع بعض. عندنا كده عندي الايه، يلا بينا كده عندي، تعالى كده مع بعض كده عندي، هاتلي كده عندي، يلا بينا لف. يلا بينا كده عندي، عندنا طبعا الشيب بيلدر تول الجميله اللي بصوا لا غنى عنها لاي مصمم كده عند الشيب بيلدر تول. انا صراحه من يوم ما اخترعوها وانا بستخدمها على طول كده عند دوت. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز افتح دول كده عندي في بعض اهو، فتحت دي في دي، فتحت دي في دي، فتحت دي في دي، بس كده عندك، شكرا مش عايز حاجه تانيه. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض هات لنا كده عندي بص معايا كده، تعالى دلوقتي كده مع بعض تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، ماشي يلا بينا، صغر لينا كده عندي ده، شكلين الشكل ده كده عندي اهوت، يلا الشيب بيلدر تول الت طير بس كده خلاص كده عندي. نيجي كده عند الشكلين دول كده عندنا مع بعض، حلو. تعالى كده مع بعض كده عندي، يلا بينا المنقار بتاعه، المنقار كده عندي بتاعه، آخر بصة كده عندي على المنقار كده عندي اهوت، مثلث بكيرفات، مثلث بكيرفات، مثلث بكيرفات، يلا بينا بنتول. آخر بصة هاي كده مع بعض كده عندي، هادي كده عندي، وهات لي كده عندي ده، هذا من الار الاولاني بتاعه. انا ما كنتش ينفع ارسم مثلث، ينفع ترسم مثلث وتغير النقط بتاعته يا ساتذه، بصوا كل حاجه تنفع، ما فيش حاجه اسمها ما تنفعش، كل حاجه تنفع، ارسم مثلث وغير النقط بتاعته، صح جميل، كله شغال كله شغال. هذا المثلث كبر كده عندي، كبر لي كده عند الاستروكات بتاعته، تعالى كده مع بعض كده عندي، وادي المثلث الثاني اللي تحت، هذا المثلث كده عندي، هذا المثلث كده عندي، ماشي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، ادي مثلث وادي مثلث كده عندي، يلا هات لي الشكلين دول، هات لي الشكلين دول، يلا الشيب بيلدر تول، ادي الشيب بيلدر تول، امسك لي دول كده ادمجهم مع بعض كويس، يلا شيل، تعالى كده امسك لي معاهم العينين، امسك لي كده عندي معاهم العينين كده عندي اهوت اهو، اديني كنترول زد تاني واحدة،
ادي الشيب بيلدر تول، ادي العينين وادي المثلث بتاع البوق. هات لي الشيب بيلدر تول، يلا تك تك كنترول زد. ثانية واحدة كنترول زد. هو كده عندي ايه؟ تعالى كده مع بعض كده عندي، امسك لي كده عندي دول، ادي العيون امسك لي معاهم الشكل ده حلو. هات لي كده عندي ادي الشيب بيلدر تول، نجلي دول نجلي دول، امورنا طيب. او العكس، ادمج لي دول ادمج لي دول ادمج لي دي بس كده، ادمج لي دي بس كده نضبط. خلاص خلاص كده نضبط. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه؟ كويس. ادي الانجري بيرد، ادي الانجري بيرد كده عندي. فاضل لي بس ان انا اعمل كده عندي ايه؟ اعمل عيونها والونها واظبط واظبط كده عندي ايه؟ واظبط التظليل بتاعها. اعمل عيونها والونها واظبط التظليل بتاعها، اعمل عيونها والونها واظبط التظليل بتاعها. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه؟ بصوا مع بعض كده عندي اساس. يلا بينا. تعالى دلوقتي كده مع بعض، ادي الرسمه بتاعتي. هو الالستريتور يا اساتذه ممتع وبيسحب من الوقت بتاعك. بصوا الدنيا بحالها، بياخد من الوقت بتاعك، ما بتحس ان انت بص ان انت والالستريتور شغال، ان ايه ده؟ هو ماله سحب مني وقت كده ليه؟ ادي الشكل بتاعنا، يلا هات الشكل التاني اهو. تعالى كده مع بعض كده عندي الشكل اللي فوق ده، كبرنا كده الاستروكات بتاعته. تعالى كده مع بعض اديلي، يلا تعالى كده هات لي، هات لي كده عندي الاداه كده بتاعتنا، هات لي الاستروكات اللي تحت دي كبرها سنه. يلا علمني على الشكل بتاعك كل ككل. هات لي كده عندي اللون كده عندي، هات لي اللون البامبي، هات لي كده عندي الاداه لايف بينت باكيت كلر سويتشز. كويس. تعالى كده مع بعض، هات لي اسود تك، هات لي كده عندي ابيض تك تك، هات لي كده عندي ايه؟ هو تحت كده عندي هنا ايه لونه، او هنا كده عندي لونه هو احمر، ولا عندي اعمل ايه؟ احمر احمر كده عندي اهوت، وتحت كده عندي لونه يعني بيج، خلي ابيض من تحت بيج كده عندي اهوت صح، من تحت بيج سن، من تحت بيه السنه، من تحت بيه السنه، بس هنا مفيش ستروك كده عندي تحت كده، الستروك ده وده 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 ده كده عندي مفيش. هات لي كده عندي ايه؟ اداه بقى الجروب، امسك لي الستروك ده، الستروك ده بص كده معايا كده عندي، انا الستروك ده بقى كده عندي هيعمل لي كده عندي ايه؟ هيعمل لي مشكله. اعمل ايه؟ فين الاداه بتاعت السيزر؟ اداه السيزر كده عندي اهي، تعال اعمل لي كليك كليك الهولم عشان امسك ده اهو لوحده، امسك ده لوحده، انا عايزه ماله ده لوحده، عايزه زيرو، عايزه زيرو، عايزه زيرو كده عند دوت. ايه النقط ده كمان بقى كده عندي؟ ادي الاستروك كده انا محتاج له زيرو، ومحتاج له زيرو كده عند دوت. تعالى دلوقتي كده ندخل لنا على قائمه ستروك، فين الستروك؟ كبره. بصوا مع بعض كده عندي يا ستي، كبر كبر الستروكات كلها، بس انا عايز ده اهو، ده اهو بس. عايزه زيرو. وليه بيعمل لنا كده بقى كده عندي؟ ده هيزل لنا ده كده عندك. ماشي لسه البؤبؤ والعين، انا عايز، انا عندي مشكله في، مشكله عندي في الاستروك كده.
مشكلة عندي في الاستروكتور. ليه كده عندي؟ هات لنا قائمة ستروك. طب انا خفي. اها ما بصير انه تمسكهم واحده واحده تعمل لا 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 هي. بصي ده واصله بستروك تاني كده عندك، الستروك ده واصل بستروك تاني كده عندي. طيب امسك كده عندي السيزر، ادي السيزر بتاعي كده عندي اهو، واهو انا في عندي عندي ستروكين كده عندي هما الستروك ده الستروك ده. اه خلاص كده عندي ستروك التاني ده، كان عندي ستروك تاني كده كان تعبني كده عنده. تعالى كده نحط بؤبؤ العين كده عندي، يلا الاسمر اهو. تعالى كده عندي فلول اسود، ادي بؤبؤ العين كده عنده اهو. تعالى كده مع بعض التاني اهو جميل. تعالى كده مع بعض كده عندي الديل ده كده عندي لون اسود اهو، اسود كده عند حالك كده عند دوت كنسل، اسود حالك كده عند دوت. تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين التظليل، التظليل بتاع البتاعه دي، التظليل بتاعها عشان اعمل المنقار كده عندي لونه ايه، لونه اصفر ولا لونه ايه المنقار ده؟ طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض عايزين كده عندي، بصوا معايا الشيب بيلدر تول، انا عايز ادمج الشكلين دول. حته ده فين الشيب بيلدر تول؟ سيلكت الشيب بيلدر تول عشان انا لونت، عشان انا لونت. طب خلينا هعمل لها اكسباند بعد كده، هعمل لها اكسباند ماشي. الشيب اللي تحتها يا بس باشمهندس الشيب مش اللي دي. تحتها ثانية واحدة بس، أنا مسكت الشكل بتاعي كله كده عند بعض كويس، أنا عايز أدمج الشكلين دول كده عندي مع بعض. هي مش راضية تشتغل أصلا. بص الشيب اللي أنت تحتها يا باشمهندس، الشيب اللي تحتها يا باشمهندس، انت مختار حاجة تانية، انت تختار اللي فوقيها. آه معلش دي معلش معلش تعبناك باين. تعبت والله من زرق. ثانية واحدة الله يعينك. يلا يا جماعة، هات الشيب فلتر تو اشتغلي بقى عبزليني. طب هعمل ايه بقى كده عندي؟ بصوا كل حاجه وليها حل. مش يتقص الاستروك ده يا باشمهندس؟ مقص ايه؟ يتقص؟ ما انا هعمل اهو مقص وهطيره، رايح نفسي مقص وهطيره. بص مع بعض ادي مقص كده عند اهوت، وتعالى طيره لي، امسك لي كده عند الاستروك كده، امسك لي الاستروك كده، هات لي الاستروك كده، هات لي كده مقص طير، وهات لي كده عندي مقص طير بس كده عندك. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، هو مش من هنا كمان، طير لي من هنا مقص وطير بس كده عندي. شيل شيل اللي عايز لنا ده خالص يعني. بصوا اللي يزلك لا عطية الرأس كله بس دماغ. هات لي كده عندي الجروب دلته بس كده خلاص كده. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، عايزين نعمل التظليل بتاع الرسمه دي، تظليل بس بتاع الرسمه دي كده عندهم تظليل. ادي دواير هم كده، عامل كذا دايره بلون غامق، كذا دايره اهي، واحده اهي، واحدة ورا العين شوية، ورا العين شوية كده عندك. طيب أعمل لها كده عندي إيه؟ بصوا مع بعض ده هي اللي هتدي للعين يعني، بصوا حتة ال يعني بصوا الحتة اللي هي الواقعية كده بتاعتها كده عندك. ثانية واحدة. طيب امسك لنا الشكلين، امسك ده امسك ده، هات لي كده عندي شيب بيلدر تول او اللايف بينت باكيت، اداه اللايف بينت باكيت
عايزين كده عندي ايه؟ انت الذين من اللون اهو. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ هات لون احمر. have been to pocket هو معتبرها كلها حتة تحت. طب مش عايزين بص يا ساتر، هي المفروض كانت تعمل حسابها من اول بس ماشي. هات لي كده عنده لون احمر غامق، لون احمر غامق كده عنده. بصوا مع بعض كده عنده ساتر، لون احمر غامق، لون احمر غامق كده عنده. فين الاحمر الغامق؟ بصوا مع بعض، وديني كده عندي ادينا له غامق كده عند دوت. انا كل اللي انا عايز اعمله عايز اطرح الحته دي. هات لي دايره تانية يا سيدي، اهي دايره تانية. امسك الشكلين دول، هات لي الشيب بيلدر تول. شيب بيلدر تول Alt Alt. تعالى كده مع بعض لو خلاص الدنيا واقفه معاك على الاخر. بس كده بس كده عندك. بص معايا كده عندك ست، وتعالى لي بقى كده مع بعض. ادي الاولانيه وادي الرسمه الثانيه. وده الاظهر من الناس. كويس اهي. وفاضل لي بقى كده عندي التظليله الثانيه اللي كانت جوه، واحده ثانيه كده عندنا اهو. اجيب البين تول اهي، تعالى كده مع بعض. يلا بينا. غلط. كويس. تعالى كده عندي زود لي نقطة. نزود النقطة على المسار بتاعنا. شير تول. هذا النقطة دي كده عندي. حركة كده عندي. والحكاية أنا كنت عايز أزود نقطة بس على المسار. وقت كده عندي الأداة التانية. بس كده عندك أمورنا طيبة، أمورنا طيبة خالص. هات النقطة دي كده عندك. بس كده عندك. بس كده عندك. أدي التظليل بتاع الحتة اللي جوه، وعايز تظليل كده عندي زغنطة أهو. نفس الحكاية كده عندي في البني أهو. ده التظليل بقى كده عندي يا أستاذ اللي بيدي للرسمة طعم. اللي بيدي للرسمة طعم ده اللي بيدي للرسمة طعم. من غيره الرسمة ما بتبقاش ليها طعم. عشان بس تبقى انت عارف التظليل بتاعك الظل. كويس. تعالى لي كده مع بعض. هات لي كده عندي
من هنا عندي. تعالى كده مع بعض. تعالى كده مع بعض. تعالى كده مع بعض كده ندور. تعالى كده مع بعض. تعالى كده اديله كده عندي ادي الرسمة بتاعتنا كده عندي اديلها كده عن طعم كده عند اهوت طعمها كده عندي. يلا اديني الرسمة بتاعتنا. طب تعالى كده مع بعض كده عندي ادي الظل التاني كده عند اهو كويس. حطينا بقى كده عندي هنا. يلا بينا. غير لي الت حته التظليل دي بقى كده بتيجي معاك مع الوقت مع الوقت مع الوقت كده عندك حته التظليل دي بتيجي معاك مع الوقت تبتدي بقى تقعد تحط كده تعرف تحط الظل على الجوانب وبتاع والكلام ده. واصلا في بتوع فنون جميله بيدرسوا الكلام ده قلت لك زي ما قلت لك سنه كامله بيدرسوه في سنه كامله في سنه كامله. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه بس كده بس كده بس كده. تعالى كده المنقار بتاعها لونها ايه؟ لونها المفروض انها اصفر. بصوا مع بعض لونه اصفر اصفر. تعالى كده مع بعض اهي ادي اكل الشيب بلدر تول لايف بينت باكيت برتقاني تك تك خليها افتح شويه تك تك جميل كده عندي اهي انجري بيرد احلى انجري بيرد في الدنيا كده ولا بين طول ولا مش بين طول. بصوا اساتذه ده بيقول لك ايه انا لما حاجه تعك معايا كده بصدع واقفل التصميم خالص واحذف كل شيء حاجه كل حاجه والله بس ما شاء الله حضرتك بتلاقي الحلول. بصوا اساتذه لما هتتمكنوا عشان كده انا بقول لكم اتمكنوا من الادوات اتمكنوا من الادوات هتلاقوا بصوا هتلاقوا الدنيا معاكم. بصوا الدنيا جميله كده عندي الدنيا جميله الدنيا جميله. ياخدوا بقى الرسمه دي ياخدوا الرسمه دي يروحوا حاطينها طابعينها على التيشيرتات بتاعه الاطفال يكتبوا عليها كلمه انجري بيرد وبتاع والكلام ده كله ويطبعوها على التيشيرتات بتاعه الاطفال. كويس اساسي اساتذه اساسي كده عندي تتلخبطوا وتبوظوا وتعملوا تتلخبطوا.